تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. إيه الجو العائلي ده؟ ما اتخذ صاحبة ولا ولد وإنه تعالى جد ربنا. مالك؟ أهلا بك أخت فرحان. إيه جد ربنا ده؟ لما كنت طفل أول مرة سمعت تعالى جد ربنا كنت متخيل يعني الجد جراند فادر. وأنا كنت متخيلها كده، ولكن ما كانت عندي الجرأة أني أسأل كيف أني الله له جد في الحقيقة. لفترة يعني لا يستهان بها من طفولتي، وأنا أعتقد أن القصد هو الجد، وخصوصا أنه جاي في جو عائلي صاحبة وولد يعني. لكن لما نروح على المفسرين حتى نسألهم ماذا يقصد جد ربنا، يقولون أن جد ربنا أمر ربنا أو سلطان ربنا. في مكان آخر بضحى الشرح يقول جد ربنا عظمته من قولك جد فلان، فيعتقد المفسر أن جد ربنا تعالى أن عظمته أي عظمة. وفي حديث عن عمر كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، وروي في أعيننا أو في ملكي وسلطاني أي غنى واستعارة من الجد الذي هو الدولة والبخت. يعني بمعنى الجد هو الدولة والحظ. إيه البخت ده يعني؟ البخت الحظ. الحظ. لأن الملوك الأغنياء هم المجددون. عندنا. نعم. تاني يقولها كده؟ الدولة والبخت، لأن الملوك والأغنياء هم المجددون. معنى بخت قصدي معنى الجد من وجهة نظر حسب المفسرين هي أمر الله وسلطانه أو أمر ربنا أو عظمة الله. عظمة الله أو أمر ربنا أو سلطانه أو حاجة البخت كده. نعم. طيب الكلام ده يعني يدخل الدماغ في الحقيقة لما حتى مفكر أني كيف تعالى يعني أمر ربنا فيها نوع من الركاكة، لأن المفسرين أول مسألة يعني اختلفوا بالمعنى. ثاني شيء في أمر كتير مفت للنظر في كتاب يعني المفصل في التاريخ العرب قبل الإسلام في الجزء السادس يقول أن الجد هي أحد أسماء الأصنام. كيف الجد أحد أسماء الأصنام؟ يستشهد بالنقطة أن الجد في الواقع متعلق في أحد أسماء الأصنام. يقول أن كان عند العرب القدماء أسماء عمر اللات مقتبس من الآلهة اللات، وعوف إيل على سبيل المثال، شخص اسمه عمر اللات وشخص عمره اسمه عوف إيل، ولدينا أيضا شخص اسمه وجد اللات، يعني بمعنى يعني الجد مرتبطة ب يعني بصنم. لأنه في مكان آخر عندنا اسم من أسماء الوثنيين عبده جد. عبده جد كمان. عبده جد، نعم. هذا الكلام موجود في الصفحة 17 من كتاب المفصل الجزء السادس. فإذا جد أو عبد جد هو إذا نسبة للصنم يبدو أو لآلهة ما كانت معبودة عند الجاهليين باسم جد. فلهذا السبب يتابع للتأكيد على أن جد هي الثاني موضوع الصنم. يقول أن حتى الكنى العرب القدماء أحيانا مستمدة من آلهة، يعني مثلا لدينا مناف يقول أنها اسم عبد مناف، نعم، أن هذا هي كنية مستمدة من أصنام. لدينا الزهرة مستمدة من آلهات، لدينا اسم عطارد وهبل لات، وحتى لدينا جد. فإذا على ما يبدو في هذا يعني التفصيل كون الآية تتعلق بصورة يعني خاصة بالجن، بمعنى الصورة خاصة بالكائنات سفلية مجهولة. فالواضح أني لدينا هنا يعني بمعنى زلة لسان في القرآن دخلت الجد كأسم من أسماء الله. يعني طب وليه تكون زلة لسان؟ هي ما تكونش مقصودة ليه؟ ما هو قبل كده محمد كان بيناوئ العرب وعلشان ياخدهم تحت جناحه، فكان بيقبل مثلا الصفا والمروة من شعائر الحج والحاجات دي كلها. ليه ما يكونش هو قالها مقصودة؟ لأن هنا زي ما حضرتك قلت في جد اللات، في عبد جد، في الجد ابن قيس، في كلمة الجد دي. وبعدين يجي المفصل في التاريخ، مش كده اسمه المفصل في التاريخ، يقول من أسماء الأصنام أو الإله يعني في العهد الجاهليين إنه اسمه الجد. نعم. فهذا ممكن يكون أحد الاحتمالات اللي أنت طرحتيها على أن هي نوع من الغزل قام به محمد للمكيين الوثنيين بأن يدخل اسم إلههم بموضوع الجد. لأنه نحن نتذكر أحد مرات كيف على أن قريش كانت تستنكر أن يطلق محمد اسم الرحمن على اسم الله، كانت بالنسبة لاسم غير معروف. أوكي، شكرا أخي مالك. دلوقتي عزيزي المشاهد، الجد مش معناه جده أبو بابا، لكن معناها في حسب الكتب التاريخ المفصل في التاريخ بيقول إن من أسماء الأصنام الجد.
تعالى ربنا جد ربنا، تعالى جد ربنا، معناها انه كان محمد فعلا اله الاسلام في الوقت ده اسمه جد. شكرا جزيلا اخي مالك، نشوفكم في الحلقه القادمه من قرآنيات.